تقول لي ايه اكتر حاجه بتحسد عليها ليفربول بعد محمد صلاح؟ اقول لك دعوات المصريين. دعوات المصريين بصراحه مع ليفربول الموضوع مختلف تماما يا باشا. يعني انا اقعد اشجع اتلتيكو مدريد قدام مانشستر يونايتد واتلتيكو مدريد يلبسه في دور الثمانيه، وريال مدريد يطلع من باريس يلبس تشيلسي، بايرن ميونخ يلبس فياريال، محظوظين عادي. انما انت تلبس بنفيكا ازاي يا باشا؟ يعني ماشي لو قلت ان بايرن ميونخ لبس فياريال، فياريال مطلع يوفنتوس، يعني فياريال مش مطلع حد ضعيف. انما انت جاي بنفيكا يا باشا بالصلاه على النبي، هتقول لي يا برشلوني بنفيكا طلعك انت، اقول لك عادي يا اسطى، ما انا زي يوفنتوس كده موسم وبخبطه للنسيان. بس بصراحه اللي بيحصل مع ليفربول ده مش طبيعي. هتقول لي لا، ما ليفربول جاي في طريق بايرن ميونخ وخلاص، احنا كده داخلين على مواجهه ناريه، مواجهه ناريه في دول اربعه يا باشا، انت عايز عايزهم يلعبوا نهائي مع مين سعادتك؟ اللي هو يعني بالصلاه على النبي لسه طالع من الانتر، وبعدها راح لابس على طول فرقه بنفيكا، وبعدها هيخش في بايرن ميونخ، الا بقى لو حظ ليفربول فضل مكمل وفياريال كسب بايرن ميونخ، يبقى بس احنا ندي ام الكاس ابن الجزمه ده ليورجن كلوب والرجاله روحوا بيه. انما سيتي سبحان الله يا اخي، تلاقي نفسك كده قدام فرقه نقطه ضعفها الوحيد الكوره العاليه، فتيجي قدام فرقه مش بتحب تلعب كوره عاليه، اللي هو يا على البؤس اللي احنا فيه والله. يعني مانشستر سيتي اكتر حاجه ما بيعملهاش جوه الملعب الكره العاليه، واكتر حاجه لعيبه اتلتيكو مدريد بتلبس منها جوان هي الكره العاليه. ابداع والله العظيم ابداع، غير الضرب اللي هيكون موجود جوه الماتش. يعني الضرب اللي هيكون موجود جوه الملعب هيكون كتير قوي، وفرقه اتلتيكو مدريد عندها خبرات في دوري الابطال اللي هو بالسلعه على النبي، يعني الدنيا بالنسبه لنا مش سالكه قوي. بس برضه يظل مانشستر سيتي من مرشحين الاقوى ان هو يكسب اتلتيكو مدريد، يعني تقول مثلا 60 40 او 55 50. انما ليفربول وبنفيكا مش هنهرك سعادتك، الا بقى لو في معجزات تحصل في دوري الابطال وبنفيكا يعملها. فياريال وبايرن ميونخ 75 25، وبالحب ال 25 دول رايحين لوناي امري. لو حابين نتكلم على ماتش تشيلسي وريال مدريد، فبالنسبه لي هو ده واحد من اقوى الماتشات الموجودين في دور الثمانيه البائس اللي احنا فيه ده. تشيلسي ظروفه سيئه، ريال مدريد طار ظروفه سيئه، طار ظروفه كويسه، طار بيقدم اداء كويس وابداع وامتاع، وطار تاني بيقدم ضحك كتير. فريال مدريد وتشيلسي هو اكتر ماتش محدش يقدر يقول لك نتيجته، لان تشيلسي برغم ان هو بيقدم اداء سيء في اغلب الماتشات الفتره الاخيره، بس ما اقدرش اقول ان تشيلسي مش مرشح انه يكسب ريال مدريد. انا بالنسبه لي اتمنى ان تشيلسي يقدر يكسب ريال مدريد، لاني متعاطف جدا مع ظروف تشيلسي بصراحه، مش مشجع لريال مدريد، بس ريال مدريد لعيبته اول ما بتسمع نشيد الابطال الدنيا بالنسبه لها بتتغير خالص. يعني تلاقي توني كروس اللي كان خلاص يعني الكوره بالنسبه له خلاص ما بقتش حاجه مهمه بيتحول في مباراه دوري ابطال، تلاقي لوكا مودريتش خلاص احنا جايين ناخد دوري الابطال هنا، فيني خلاص انا جاي اثبت للعالم كله ان انا احسن لاعب في العالم، كريم بنزيما لا يا باشا من الحكومه كده كده في الدوري موجود وكده كده في دوري الابطال موجود. فدي اكتر مباراه ما حدش يقدر يقول لك نتيجتها هتبقى عامله ازاي. انا عن نفسي اتمنى تشيلسي التوفيق، واتمنى لبنفيكا ان هو ما يغلبش كتير من ليفربول عشان ما يديش ثقه لعيبه ليفربول اكتر من اللي هم واخدينها بعد اللي بيحصل لهم في الدوري. وبايرن ميونخ اتمنى ان هو ما يتزحلقش قدام فياريال، واتمنى ان السيتي ربنا ينفعه بالسلامه قدام اتلتيكو سيميوني. انت بقى قول لي بتتمنى ايه ومتوقع ايه. لو عجبك الفيديو اعمل لايك، ما عجبكش الفيديو فهذا رأي مشجع مانشستر سيتي حزين لما حدث مع فريقه وحزين لما حدث مع ليفربول.